السلام الله عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائي اعزائي اوفياء تيليمارك في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم غلطه العمر. في حلقه اليوم نبتعد عن ملاعب الكره لنتوقف عند مدارات ومنعرجات سباق الدراجات. في حلقه اليوم نستضيف بطل المغرب سابقا، البطل العالمي، البطل الافريقي والعربي مصطفى النجاري، لنحادثه لنسائله عن مساره عن نجاحاته عن اخفاقاته ونتوقف عند غلطات عمره. مرحبا بك معنا سي مصطفى في هذه الجلسه الحواريه. اهلا وسهلا اخ حسان، واهلا وسهلا مشاهدي الكرام ديال تيلي ماروك. قبل ما نبدا الحوار مع الضيف الكريم، نمشيو جميعا نشوفوا ورقه حول مصطفى النجاري ثم نواصل النقاش. أعجب في صباه بالبطل الأسطوري لسباق دراجات محمد القرش، فقرر أن يصبح يوما بطلا يسابق الريح ويلتهم المسافات. سقط مصطفى النجاري في حب الدراجات الهوائية وأصبح في ظرف وجيز بطلا لا يشق له غبار. مع مرور الأيام أضحى مصطفى صديقا للمرتفعات والمنخفضات، وتحول إلى قاهر للمنعرجات، وكلما ازدادت خبرته ازداد عشقه للألقاب. اعتزل السباقات لكنه لم يعتزل الدراجة التي أصبحت رفيقة دربه وجزءا لا يتجزأ من أثاث بيته. سي مصطفى، البدايات ديالك، أنت ولد درب السلطان، الوالد ولد من ولد حدو، يعني بيضاوي أصيل. كيفاش بدات العلاقه ديالك بالدراجات؟ حنا كنعرفوك انك عشتي في واحد العائله محافظه جدا، عائله ميسوره الحمد لله، وكيفاش خلاوك انك تمشي دير الدراجات؟ الدراجات ديك الساعه كانت واحد اللعبه اللي مازال ما مهضوماش عند الناس كبار. البدايه ديالي كانت ملي كنت كنقرا في لارميطاج في مدرسه الهدى، وكانت عندنا الفيرما ديالنا في ولاد حدو، وكنت كنطلب من الوالد ديالي يعطيني الدراجه ديالو، كانت عنده واحد الدراجه قديمه، باش نجي من ولاد حدو لمدرسه الهدى. وافيك لو طوم اللي نجحت في الشهاده الابتدائيه تحولت للثانويه عبد الكريم الحلو اللي كاينه في درب غلف. هناك بدا التعاطف ديالي مع سباق الدراجات، وخاصه في 1965 64 عندما فاز محمد القرش الله يرحمه بطواف المغرب. وكان انا ذاك عده صحفيين كبار بحال قديره، بحال الغربي، بحال الحياني، اللي كانوا الشريبي، اللي كانوا كيذيعوا طواف المغرب عبر الاذاعه. كنت كتبعوا؟ وحنايا كنا مازال صغار، عندي ديك الساعه 11 12 سنه، ومتبع الاذاعه. وخرج واحد المجله وفيها تصويره ديال محمد القرش وهو راكب على الدراجه وكيفوز بطواف المغرب. انا ذاك تعلقت انا بسباق الدراجات، وكنت كنحاول ندير العاب القوه، كنت في العاب القوه في كازابلانكيز قبل ما ندير الفيلو، كنت كنتمرن غير بور لا فورم. الور بقيت كنشرى لي، ملي نجحت في الشهاده الابتدائيه شرى لي الوالد ديالي الله يرحمه دراجه عاديه. جيت من المدرسه لقيت الدراجه محطوطه، فرحت بها وبديت كنتمرن عليها، ولا انا دراجه عاديه. سنه بعد سنه خرجت كنتريني في بوسكوره، تلاقيت مع النادي البلدي البيضاوي اللي كان فيه محمد القرش، عبد الرحمن فراق، عبد الله قدور، جان تيكس، مصطفى بالقيد الله يرحمه، هذو كلهم الله يرحمهم. فشافوني لاصق فيهم بزاف، وجا عندي القرش الله يرحمه قال لي يا وليدي انت مازال ما مسينيش في شي فرقه؟ قلت لي لا مازال. قال لي نهار اثنين اجي عندنا للسي ام سي للنادي البلدي باش تسيني معانا. انت كتجري بشكليطة عادية؟ بشكليطة عادية. وهما بشكليطة ديال السباق. قلت لي راه مازال ما خديت بشكليط. قال لي وحاول تشري شي بشكليط. مشيت عند الوالد قلت لي اودي راه، قلت لي با راه النادي البلدي اللي فيه الكورش وفيه هذوك مشهورين راه طلبوني باش نشارك معاهم. هو هودني عند لا ميزون بيرتان اللي قدام الحاوي، شري رحان مسكيني، شرى لي مسكين بشكليطه ديك الساعه ب 450 درهم، ما كانش الدرهم 4000 و 45000 فرانك. شراها لي، مشيت سينيت في النادي البلدي. بشكليطه اخرى؟ بشكليطه اخرى بقات عاديه هذيك. صافي بديت
نتمرن مع النادي البلدي البيضاوي في هذا الشيء في اخر 69. في 70 بديت كنعمل السباقات، في 70 عملنا كازا بن سليمان، كنا كنعملوا بزاف كازا بن سليمان كازا 16، وربحت وانا باقي عندي ديك الساعه عندي 17 18 سنه، ربحت ثلاثه سباقات متابعين وسموني في الجورنال، سموني مسيو كازا بن سليمان. وفي هذيك السنه اختارني المرحوم الحاج محمد بهلول في الفريق الوطني، مع الفريق الوطني مع الكورش مع عبد الرحمن فراق مع عبد الله قدور. وفي 71 جريت 3 تور، جريت تور دي ماروك وجريت تور دالجيري ولا كورس لابي. لا كورس لابي اللي كان سباق السلام اللي كان كيدار ما بين ثلاثه دول شرقيه، ما بين المانيا الشرقيه وتشيكوسلوفاكيا وبولونيا، كنديروا ثلاثه ديال العواصم فارسوفي برلين براغ. هذا السباق درته شي 7 مرات. وكان جرى معايا الكور، جرى معايا عبد الله قدور، جرى معايا عبد الرحمن فارق الله يرحمه، جرى معايا. ومن 70 بدات الانطلاقه ديالي مع الفريق الوطني حتى النهايه ديالي في 1987. والقرايه؟ القرايه سيدي كنت كنقرا في عبد الكريم الحلو، وقراو معايا ناس في مستوى عالي اللي من بعد الباك داروا كليه الحقوق وتخرجوا محامين. عندي بزاف الاصدقاء محامين، عندي وكلاء جلاله الملك، عندي. كيف مشيتي انت استاذ ديال الرياض؟ انايا ملي خديت الباك في 70 71 قلت اش ندير القرايه، هذه غلطه. من الغلطه اللي درت مشيت لفرنسا، كنجري في فرنسا. كتصور الفلوس؟ كنقلب على الفلوس لحقاش الحاله العائليه بدات شويه مضعضعه، ومشيت كنجري في فرنسا فما كملتش القرايه ديالي. وانا ديك الساعه وملي مشيت لفرنسا كنت ربحت واحد السباق كبير تور دو بيرن اراغون ما بين فرنسا واسبانيا، وطلبوني واحد الفريق محترف ديال بيجو، طلبني باش ندخل الاحتراف. فلا فيدراسيون هنا سمعوها وما يصيفطوا لا فيدراسيون فرونسيز، قال لهم هاد لي كورور اللي جراو خصكم تحبسوهم، منعونا باش نجريو. ف شكون اللي كان رئيس الجامعه ديك الساعه؟ كان قطبي الله يرحمه هو اللي كان رئيس الجامعه. ف لو بريزيدون ديالنا في الفرقه تما في فرنسا شدنا ودانا لاميري، قال لنا الله دخلوا دابا سينيو تاخذوا لا ناسيوناليتي فرونسيز ومن غدا تبداو تجريو، كاع ما تسناو. كانوا غيجنسوك؟ كانوا غادي يجنسوني. فقلت لي لا بلاتي، حتى نتشاور مع الاب ديالي الله يرحمه مسكين، والاب ديالي كان من الناس الديانيين المحافظين، كيدير كان محافظ الجلابه وداك الشيء. صيفط لي رساله، ديك الساعه ما كانش تليفون، صيفط لي رساله قلت لي با راني غادي ناخذ لا ناسيوناليتي الجنسيه الفرنسيه، واش صافي قابل؟ وانا بوحدي عنده، انا ولد وحيد عنده. فارسل لي مسكين رساله وقال لي الا تولي نصراني ما انت با ما انت ولدي ما نباك الى يوم الدين. صافي بغينا هذه غلطه اللي درت، ما كنتش نعلمو، كنت ناخذ ناسيوناليتي فرونسيز. وديك الساعه هو راه ناضل باش تزتي انت. هو راه ناضل فعلا، ناضل لان ما كانش كيولد وجيت انايا. تا كيتجوج تجوج تا ولد ولدني انا. شحال تقريبا؟ وباع ارض ديالو في ولاد حدو، باع ارض في 1951 السنه اللي تزدت فيها، ومشى للحج باش يجيب لي حوايج ديال الطهاره ديالي. من الحج؟ من الحج. والحج ديك الساعه كان 3 شهور. 3 شهور. شهر في الباطو الي، وشهر تما، وشهر الروتور. 3 شهور عاد باش رجع، عاد باش دار لي الطهاره ديالي. مسكين كنت يعني عزيز عنده بزاف. وكل ما كنتيش عزيز عنده ما يتزوجش في 17 واحد. 17 المراه. اذا رجعتي للمغرب. رجعت للمغرب. وكنت ديك الساعه في النادي البلدي البيضاوي، فكان العامل ديال الدار البيضاء مصطفى العلوي قال لي وليدي دابا انت يا معنا في النادي البلدي البيضاوي، اجي تخدم في العماله وتمارس الدراجه ديالك كما. وكان الرئيس ديال النادي البلدي البيضاوي بالمجدوب، المهندس بالمجدوب، الانجينير بالمجدوب هو اللي كان، وكان كيهتم بزاف بالرياضيين، كان في التنس، كان في سباق الدراجات، في الباسكيت.
فقال لي اجي ادخل العماله. دخلت العماله في سيرفي دي بلا، ومع المناسبه كنت في لو ميم بيرو افيك مصطفى يغشى. مصطفى يغشى تو كان معايا في نفس البيرو، كنديروا لي بلون ديال الشوارع ديال الدار البيضاء. وكنت ديك الساعه كناخذ سالير ديال 600 درهم. 600 درهم 60 الف فرنك ديك الساعه. درهم مغربي؟ اه درهم مغربي. وشنو درهم سعودي؟ فمن بعد وليت كنقلب على شي مهنه اخرى، شي مهنه اللي فيها بزاف ديال لي كونجي باش نمشي نجري فرنسا، حيت انا كنجري 4 شهور 5 شهور في فرنسا. الفريق ديالي تما كيعطيني الدار، كيعطيني السياره، كيعطيني لي بريم ديالي. المهنه اللي فيها لي كونجي بزاف هي نفار. هي التعليم. نفار تخدمها في رمضان. فعلا. التعليم. مشيتي للسيبير؟ مشيت للسيبير في عين السبع، درت عامين وتخرجت بروفيسور بروميسيكل ديال الرياضه. وكنت كنا كنسينو البي في لو 30 جوان، لو 1 جوان، لو 1 جوي راه هاز طوموبيلتي وبشكليطه ديالي وشاد الطريق لفرنسا. كنتي في القسطلاني؟ اه كنت ديك الساعه كنقري في القسطلاني. قريت في القسطلاني من 80 حتى 87، حتى السنه اللي مشيت فيها للخارج كمدرب. مشيتي للخارج. واخا في هذه الفتره هذه انت كنتي كطمح انك تكون النجم ديال الدراجه، لعبتي هنا بزاف ديال السباقات، ما كانش عندك الزهر في الاحتراف. فعلا ما كانش عندك الزهر. الغلطه اللي درت ما في 71 كنت غادوز محترف. وبقيت كنجري في فرنسا وعملت تور دلافونير في 79 78 79، وكانوا لي فرونسي لي بولوني لي تشيك لي ريس وداك الشيء. كانوا 5 مايو في هذاك بحال تور دو فرونس، وكانوا لي ريس كيطلبوا كيطلعوا كيلبسوا المايو جون، مايو فير، مايو دي مايو ديال لي بوان. وانا بوحدي كمغربي كنت بوحدي كنطلع، كان معايا واحد لوريني، كان معايا عدلاوي كان في الفريق الوطني. انا بوحدي كمغربي كنطلع نلبس دو مايو، مايو ديال لي سبرينت لي غوش، ومايو ديال لا كومباتيفيتي. وديك الساعه جاو عندي ثلاثه الفراقي بروفيسيونيل طلبوني باش ندوز الاحتراف. فكنت كنفكر، وجا عندي واحد شامبيون دي موند بلج كان مكلف بالفريق البلجيكي اسميتو فيرديناند براك، عنده الركور دي موند ديال لور، ويقول لي كوت مصطفى، قال لي توا تي ان تري بون كورور، تي ميك تي ان بو صحتي زعما ضعيفه وداك الشيء، قال لي تي بو با، قال لي تي بو با اتر ان تري بون كورور بروفيسيونيل. قلت لي بوكوا؟ قال لي ملي غادي تدخل بروفيسيونيل قال لي خصك 3 ans دابرونسيطاج مع لي بروفيسيونيل، وخصك تكون غير بورتور دو. شنو بورتور دو؟ وهو انه الفرقه كيكون فيها اليدر، وانايا الى طرات لي بياس خصني نعطيه الرويده، خصني نرجع نجيب ليه الماء. قال لي 3 سنين غادي تتعذب فيها تعلم وتعلم. قال لي بحال هكا بالفرنسيه، قال لي il vaut mieux être un très bon amateur qu'un mauvais professionnel. وخديت هذيك الفكره في دماغي، قلت اللهم نبقى اماتور ونصور زيق ديالي في فرنسا ولا نطلع بروفيسيونيل نتكرفص. ولكن هذوك اللي كانوا معاك طلعوا باللي طلعوا للبروفيسيوناليزم ولاو كيفوزوا بالتور ديالهم. هذاك التور جرى معايا ابطال كبار اللي من بعد ربحوا تور دو فرونس. جرى معايا ديلغادو ديال اسبانيا اللي من بعد ربح تور دو فرونس، جرى معايا لورون فينيون اللي من بعد ربح 3 مرات تور دو فرونس، جرى معايا غريغ لومون اللي تاهو ربح تور دو فرونس. وفي الكلاسمون جينيرال ديال هذاك الطواف كان مورايا في الكلاسمون جينيرال، وانا كنت ميور كو، ومع ذلك ما طلعتش. كنا طلعت كنت ربح تور دو فرونس مع كان ديك الساعه هذوك لي تيست ديال المنشطات ولا ما كانوش؟ كانوا ديك الساعه. اه كانوا تيست المنشطات كانوا، ولكن عند لي زاماتور، ولكن عند لي بروفيسيونيل كان، ولكن تعرف لي بروفيسيونيل افيك لور ميدسان وداك الشيء عندهم طريقه باش كيراوغوا المنشطات. ومن ضمنهم غريغ، منهم هذا الامريكي امسترونغ اللي ربح 7 مرات تور دو فرونس، وفي الاخير دار استجواب مع اعترف بانه
وكان كيدير المنشطات. كيفاش كان كيراهم؟ ومام ايدي ميركس لو بلي كرون شامبيون دو تو لي طون، ايدي ميركس قال لهم بانه مستحيل من المستحيلات ان متسابق يربح التور دو فرونس بلا ما ياخذ منشطات. لان سباق الدراجات معروف تعرض عليك انك دير شي. الحمد لله الحمد لله جامي. كاين منشطات مغربيه؟ كانوا في الستينات. كانوا في الستينات ايامات محمد بن حمد الله يرحمه، ايامات كانوا كيديروا الزعاف القبيلي، ادريس بن عبد السلام، الابطال اللي كانوا قبل الكورش وقبل كانوا كيديروا. اما الوقت ديال الكورش، حتى الوقت ديال الكورش كان شويه، ولكن داك الشيء بسيط. عاد في السبعينات عاد بدا الاحتراس على المنشطات بصفه ولا الزيار. ولا الزيار. رجعوا للمغرب. في المغرب حققتي مجموعه من الانجازات، حققتي مجموعه، كنتي دائما غير محظوظ. فعلا. ما كنتيش محظوظ حتى في الوسام الملكي. فعلا فعلا. الحمد لله في المغرب عملت اسم بواسطه الاذاعه التلفازه المغربيه، وبالاخص الاذاعه، حيت كانوا مذيعين مستوى عالي على راسهم الغربي الله يرحمه، قديره، الحياني، الشريبي، هادو اللي كانوا كيواكبوا الطواف في المغرب. يعني قريه بقريه، مدينه بمدينه. والشعب المغربي كان بالراديو كيتصنت. فالحمد لله انا خلال المسار ديالي عملت نتائج جد ممتازه في طواف المغرب. والاسم ديالي تعرف. نعطيك خبر صغير، وهو انه ملي بديت انا في السبعينات، يعني في السبعينات، كان واحد البطل خو عبد الرحمن فارق، سميتو سي محمد فارق، وكان لامع، كان وليد لامع، وداروا في الجورنال بان لو رومبلاسون ديال القرش هو محمد فارق. وما تقبلتهاش، وجيت عند الوالده كنبكي، كنقول لها شوفي اش داروا في الجريده، هذا هو اللي غادي رومبلاسي محمد القرش. لا انا اللي غادي رومبلاسيه. القرش اش كان كيقول؟ القرش ديك الساعه اش كان كيقول لك انت اللي غاترومبلاسيني ولا لا؟ ما كان كيقول والو، لكن هو اللي دعمك، هو اللي السبب باش دخلت انا النادي البلدي البيضاوي. يعني انسان جد جد محترم الله يرحمه مسكين، وكان انسان عظيم، وكنظن ما كاينش شي مرة اللي غتنجب شي بطل بحال محمد القرش. ابدا ابدا. واخا ربحت ثلاثة المرات طواف في المغرب، ماشي سهل. انت شحال مرة؟ انا ما ربحت ولا مره. لا شحال من حيت دخلتي انا دخلت دوزيام في 81 في 81 مورا، لكن ربحتي مراحل. ولكن كل سنه كنربح مرحله جوج. في 81 درت دوزيام مورا تشيكي فيربوار، وفي 83 درت تروازيام مورا بيترمان اللي كان جا مدرب عندنا، درت تروازيام، ودرت سانكيام، درت سيزيام، ولكن ما كيربحتيش. علاش؟ لان ذاك الوقت كانوا كيجيو لي زيكيب ناسيونال ديال الدول، كانت روسيا كتجيب الفريق الوطني ديالها الاول، بولونيا، تشيكوسلوفاكيا، فرنسا، السويد، النرويج، هادو كلهم كانوا كيجيبوا دي زيكيب ناسيونال كيشاركوا مع الفريق الوطني المغربي. اما الان طوفات المغرب الاخيره ما بقوا كيجيو لي زيكيب ناسيونال، كيجيو دي كلوب، ودي كلوب ما عندهمش نفس القيمه اللي عند الفريق الوطني. حيت روسيا، هذا مشيت درت سبارتاكيا دو موسكو في 80 قبل ما ندير الالعاب الاولمبيه ديال 84، مشيت انا ومشى معايا الرحيلي ومشى معايا افندي، ودرنا واحد السباق كيوجدوا الالعاب الاولمبيه ديال موسكو. تصور جاو جميع الدول شاركوا، اول فريق اجنبي دخل في الرتبة 21، و20 فرقة الأولى كلهم رواسة. وباش المدرب الوطني يعزل الفريق الوطني من دوك العشرين، صعيب. داك الشيء علاش كان دخلتي أنت الأول الملعب المبيعات في أكادير، ديك المرحلة الشهيرة. هذاك التور سيدي في 1974 درنا الديبار من الحسيمة ولاريفي في اكادير 15 مرحلة. الرواسة ربحوا 13 مرحلة. واحد الالماني الشرقي ربح المرحلة ديال الكرسيف تازة. ما حسن الحظ انا كنت دائما في المقدمة،
أنا ربحت المرحلة الأخيرة شيشوا أكادير. مهمة هذيك المرحلة. فعلا. فالشعب المغربي بواسطة الراديو كانوا كيظنوا بأن اللي دخل داروا الديبار من الحسيمة ولا ريفي في أكادير، اللي دخل أكادير راه هو اللي ربح كل شيء. وهناك الملك. فعلا وهناني عيطت لي الحسن الثاني الله يرحمه في ملعب الانبعاث وهناني أني في الطواف، ولكن المذيعين أن ذاك الغربي والشريبي وديرة صلحوا الوضع وقالوا بأن مصطفى النجاري راه ما ربحش طواف المغرب، راه ربح غير المرحلة الأخيرة. عاد باش الناس فرحوا بهذاك الإنجاز اللي عملت. واللي بغيت نقول لك وسام ما لقاوكش. فعلا واحد السنة كنت يعني استدعوني باش ناخذ الوسام، كان سيدنا الله يرحمه مسكين الحسن الثاني يفرق الأوسمة في شي ماتش ديال الكرة، وكان غادي يفرق الأوسمة في شي ماتش كان ديال كأس العرش. كأس العرش كان عادة في ستاد دونور. ستاد دونور. فما تمكنش باش نحضر، وحتى رجعت من فرنسا عيطت عليا وزارة الأوسمة والتشريفات، عيطوا عليا الرباط، عاد عطاوني وسام قال لي علقوا راسك. وباقي عندي الان الحمد لله. ولكن هاد الانجازات ديال كلها في واحد الفتره من الفترات ما يعني مشيتيش في داك الشيء اللي كان خصك تمشي فيه، يعني كانت خصك تكون في واحد المراتب اعلى لولا انك اختاريتي انك تكون تشتغل في السعوديه، تشتغل في الامارات كمدير تقني للمنتخبين ودوزتي مده تمايا تقريبا درتي ليكيليبر شويه. فعلا انا ملي ما درتش الاحتراف بقيت كل سنه كنمشي لفرنسا، يعني مده 20 سنه كل سنه كنمشي لفرنسا كنجري هناك مع الانديه اللي كيستدعوني وكيعطوني كيعطوني السكن، كيعطوني جميع الحاجيات ديالي. وملي كنت قبل ما نتزوج وملي تزوج وليت كندي الزوجه ديالي، وملي زادوا عندي البنيات وليت كنديهم، يعني كنت كنعمل فاكونس تمايا وهم ميم طو كنمارس السباقات. ففي 1987 بالضبط اخر سباق درت لي جو ميتيترانيا في اللاذقيه في سوريا. وفي هذاك السباق طحت وقع لي اعطاب وما كملت السباق، ولكن كملت متاخر. فالاماراتيين سمعوا مصطفى النجاري وطلبوني، جاوا لهنا وطلبوني باش نمشي عندهم مدرب في الامارات. ما كانش عندهم نهائيا سباق الدراجات، كان عندهم ولكن داك الشيء بسيط، جد بسيط. ففي 87 مشيت للامارات، مشيت غير بور اون اني تصدقت، جالس 5 سنين وديت معايا المراه وديت معايا بنياتي. خديت ميزون ديسبونيبيليتي مده سنتين، ومن بعد عاد خديت ديتاشمون ديالي من وزاره التعليم. فجلست 5 سنين. ملي جلست 5 سنين جيت في لي فاكونس هنايا في المغرب، وكان بطوله المغرب في مراكش. فمشيت حضرت بطوله المغرب في مراكش، وكان اللي منظم السباق الجامعه الملكيه المغربي سباق الدراجات، وكان الكولونيل بالمرح الله يرحمه هو اللي مكلف بالنادي الكوكب مراكشي. فعملت شافني وركبت معه في السياره تبعنا السباق. الغد ليه طلبني قال لي راه المعلم بغاك. قلت لي شكون المعلم؟ قال لي الديوري. قال لي راه بغاك باش تجي تقابل مراكش. مشيت انا وياه بالسياره للرباط عند السيد الديوري الله يذكره خير، وقال لي وليدي غادي تجي تقابل ليا الكوكب المراكشي في سباق الدراجات. قلت له ودي انا بخير وعلى خير في الامارات، ما خصني تا خير وداري تمايا وليداتي وداك الشيء. قال لي لا، قدم استقالتك وجي دخل للمغرب. صافي عملت امر. فمشيت عند هذوك الناس عملت معاهم لي جوز اولمبيك ديال سيول، وعملت معاهم لي جوز اولمبيك ديال برشلونة في 92. وفي برشلونة قدمت استقالتي، من بعد الرجوع من برشلونة قدمت استقالتي من الامارات ودخلت الكوكب مراكشي. جبت وليداتي وجبت سميتو، قضيت سنه في مراكش. وكان مشكله ماديه ما بين شركه الاسمنت ديال مراكش وما بين الكوكب مراكشي، وقفوا عليا الصالير فما تقبلتهاش. وكنت غادي نعمل دعوه على الكوكب لان تقريبا سنه ما خلصونيش،
ومن بعد عاد خلصوني، ولكن في نفس الوقت جاوا السعوديين شافوا النتائج الباهره اللي عملت في الامارات وطلبوني نمشي للسعوديه كمدرب. الله كيسد باب كيفتح باب. فمشيت للسعوديه حتى هي مشيت غير باش نجرب، حتى وليت جالس تما 5 سنين. حتى كتجرب كدير 5 سنين. 5 سنين جلست 5 سنين ورجعت في 98. صافي رجعت في 98 ودخلت الجامعه كمدير تقني، يعني مدير تقني، وكانوا مشاكل في الجامعه، كانت اللجنه المؤقته. وكان نبغي نتكلموا على الاستقالات اللي درتي. استقاله هنا، درتي استقاله من الكوكب، درتي استقاله من الامارات، استقاله ايضا من المهام ديالك كمدير تقني للجامعه، واحد الاستقاله اللي فيها غلطه شي شويه. فعلا انا مشيت غلطه ولا ماشي غلطه؟ غلطه ولكن مدفوعه، غلطه مدفوعه، حيث انه مشيت للامارات، مشيت لي جوز اولمبيك ديال طوكيو. بعد رجوعي من طوكيو لقيت بعض الانديه، خاصه بعض الانديه اللي كتبوا للجامعه كينو يأنبوني علاش ما اختارتش من عندهم متسابقين. شي 3 ولا 4 الانديه كتبوا للجامعه بان نجاري ما كيعرفوا والو، كيختار اللي بغا كذا كذا. فطلع لي الدم، وجا عندي واحد العضو من الجامعه وقال لي عرفتي اش غادي دير؟ من الاحسن قدم استقالتك، راني هما بغاو ينهيو المهام ديالك كمدير تقني، قدم استقالتك. فبعض الاصدقاء قال لي لا ما تقدمش استقاله، اش غتقدم استقاله وانت في البوست ديالك؟ فانا نيت فعلا كرهت هذاك ماشي العمل، وانما كرهت هذاك المناخ ديال العمل، مناخ العمل من بعض الانديه، ومن بعض الانديه حتى في مدينه مراكش حتى هما انبوني علاش ما نختارش كذا كذا. فقدمت استقالتي، ولكن الاستاذ بالمحي طلب مني باش نبقى معاهم في الجامعه كمستشار تقني، وانا باقي معاهم لحد الان كمستشار تقني ديال الاستقاله. قبلوها الاستقاله، ولحد الان مازال ما جا مدير تقني، يعني كاين غير مدربين وطنيين، كاين سعدون عبد العاطي كمدرب وطني، وكاين الحسيني محسن حتى هو مدرب وطني، وكيساعدوهم بعض المدربين ديال العصاب، حيت الجامعه عملت عصاب وكل عصبه عندها مدرب، وكيتعاونوا مع بعضهم وكيستشروا معايا في بعض الاحيان بعض الحاجات الفنيه وكنعطيهم. كان عندك عروض انك دير سيكسيون ديال السيكليزم في الرجاء، فرع الرجاء، فرع الدراجات، درتيه ماشي درتو وما تمشيش وما كملتيش؟ ما كملتش لان الرجاء ما عطوني والو. عندك مشكلات ما عطاوكش مشكلات. وكان معايا الاخ مصطفى حناوي الصديق العزيز ديالي اللي كان كاتب عام في الرجاء، ساعدني والرجاء ما عطاوني والو. شفت انا بان غادي نبدا نصرف من جيبي على بعض الكورورات، باسكو لو فيلو ستا لو سيكليزم كيما كيقولوا الفرنسيين ستا سبور غيش براتيكي باغ لي بوفر، غير الناس اللي مساكن ضعاف هما اللي كيمارسوا. ميم فرنسا غير كاين اللي شاري بشكلات ب 15 مليون كاين 15 مليون، كاين 20 مليون، كاين دابا لي فيلو اللي وصلوا لواحد المستوى عالي بزاف، مصنوعين من الكربون، مصنوعين فالحمد لله. على كل حال انا الان كمستشار ديال الوداد عرضوا عليك ثاني دير سيكسيون. اكزاكتومون، عرضوا ديال الوداد من طرف النصيري الرئيس، ولكن بين مد وجزر ما انا بصراحه ما بقيت قادر نهتم او نتكلف بشي مهمه في سباق الدراجات. انا الان مع بعض الاصدقاء ديالي، بعض الاخوان، كنخرجوا نتمرنوا 3 مرات في الاسبوع، الثلاث، الخميس، الحد. السي بحار وسي ابو الغالي الله يذكره بخير، وسي امين، سي مرسالي، سي المحيني ادريس، واحد المجموعه ديال الاصدقاء، واحد 30 ولا 40 كوره كنخرجوا كنديروا 100-120 كيلومتر في كل خرجه. تنظموا شي سباق ديال لي فيتيرون الاسبوع المقبل ديال لي فيتيرون. ديال لي فيتيرون لو 7 افريل غنظموه، الجامعه غتنظمو في بوسكوره ان شاء الله. اللي بغى يجي يشارك مرحبا به. مرحبا به. ومن الغرائب ديالك انك دائما كتعرض للتسمم. التسمم ديال
في طرفايا وتسمم في تشيرنوبل. انا ماشي في طرفايا في العيون. في العيون مؤخرا السنه الماضيه كنا في طور المغرب وتسمم التسمم في النير. لا كليت شي حاجه فخ في النير، كليت شي حاجه فخ في النير وملي وصلت للعيون تصبت التسمم. كاين الواقعه المهمه هي ديال الواقعه هي ديال لا بلغاري. مشينا صوفيا في العاصمه صوفيا وكنا في لوطيل جميع الدول المشاركه الرواسا البولون تشيك وداك الشيء والفرق الوطني. وفي هذيك الغد ليه الديبار صبحوا الناس كلهم فيهم اسهال كاع لي كورور ولي ديريجون. وكانت في هذاك الوقت كانت تشيرنوبيل ديال داك المفاعل النووي في روسيا التسريبات ديال التسريبات وخافوا لي يكونوا هذوك التسريبات وصلونا فهزونا كاملين دونا لوبيتال وسدوا علينا ما كاينش الماكله غير السيروم وكيتسناو النتائج اللي غتخرج واش فعلا لي ريون ديال تشيرنوبيل ولا غير الماكله. في الاخير لقوا بان الفندق هو اللي الماكله ديالو مشيت عليه وتصمم التسمم. لا رجعنا للكونتور زيرو، شنو هي الحاجه اللي ما غاديش دير او شنو هي الحاجه اللي درتي في الكارير ديالك وندمتي عليها؟ الحمد لله راضي على الوضع ديالي. شكرا لك سي النجاري، حضرنا معك شويه على المشكلات. حنا اعتادنا دائما كنبقاو نتكلموا على الكره فعلا كنبقاو نتكلموا على المسيره ديال الكره. واحد النقطه اخرى اللي ما تشرتش لها وهو انه كنت كندير دو سيزون، كنت كندير لا سيزون ماروكان دو جونفي اجوان و برومي جوي كنمشي لفرنسا كندير لا سيزون فرونسيز من جوي حتى موتي اكتوبر فان اكتوبر حيت في اكتوبر كنبدا الشتاء وكيسالوا السباقات. شكرا لك سي مصطفى على هذه الجلسه الحواريه على هذا البوح على هذه العوده للتاريخ تاريخ الدراجه المغربيه ومن خلالك كنعاودوا نجدوا الرحمات على الابطال اللي افتقدناهم في الدراجه ابطال رفعوا رايه المغرب عاليا في الملتقيات العربيه والافريقيه والعالميه. شكرا لك على تلبيه الدعوه. العفو. شكرا تيلي ماروك، شكرا سي حسن على اللقاء. وبهذا كنوصل لنهايه حلقتنا اليوم من برنامجكم غلطه العمر. نتلاقاو معكم في حلقه قادمه مع ضيف اخر مع نجاحات اخفاقات اخرى مع غلطات اخرى. الى ذلك الحين لكم من يوم الطاقه من البرنامج طيب المنى. الى اللقاء.